تداعيات الاغتيال، الصدر ضجر، ضجر من التغليس، والكاظمي متأهب لإعلان الحقائق وبالتقصير. بالبداية قيل رب ضارة نافعة، بس بعدين صارت رب ضارة زادت أضرارها، والموضوع هو قميص عثمان اللي الكل يطالبون به، نقصد به ملف استهداف مصطفى الكاظمي بالمسيرات الثلاثة. شنو المستجد بالملف وليش استجد؟ المستجد هي تغريدة السيد مقتدى الصدر اللي طالب بها الحكومة بكشف التحقيقات بملف الاستهداف، وإلا راح يضطر هو يكشفها بنفسه. السيد قال إن الهجوم به تعدي واضح على السيادة، والهدف منه إثارة الفتنة، لذلك ضروري إلقاء القبض على اللي يستهدف الكاظمي ومعاقبتهم. من يالك موقف الصدر دق جرس الإنذار بالنسبة للحكومة وسبب لها حرج شديد، لأن الملف تقريباً انغلق بعد اجتماع الكاظمي مع قوى الإطار واللي حضر الحميداوي نفسه، وتقدمت أدلة على براءة الفصائل. بعدها صارت المبادرة يمهم، وبدوا هم يطالبون بضمهم للجان التحقيق، مو فقط كونهم متهمين بل لكونهم جزء من المشهد الأمني بالعراق. فصائل. طيب ليش السيد الصدر تذكر الملف الآن بالذات؟ بعض المراقبين يقولون أن هناك سببين. أولاً لأنه الصدر الآن بمعركة سياسية حاسمة ولازم يستثمر كل أوراقه باللعب، وملف استهداف الكاظمي ورقة مهمة لإحراج خصومة السياسيين واللي هم متهمين بالحادث. السبب الثاني لأنه الصدر يريد يحرج مصطفى الكاظمي نفسه، ربما موقفه تغير تجاهه ما نعرف، لكن هناك من سرب انه الكاظمي بدا يفتح قنوات تواصل مع الصدريين يذكرهم بتعهداتهم السابقة بتجديد ولايته. وين صارت؟ السؤال المهم هنا هو ليش الملف تحول إلى ورقة ممكن استثمارها بالصراع؟ السبب هي الحكومة اللي تأخرت بكشف التحقيقات وانطت فرصة لتحويل الملف من جنائي يخص هيبة الدولة إلى ملف سياسي ممكن استغلاله من الطرفين المتصارعين الآن. من هو؟ الصدريين والفصائل. إزاء هذا الاستغلال المزدوج للملف، حكومة الكاظمي صايرة بين حانة وبين مانة، الطرفين يضغطون عليها وهي محرجة وتحقيقاتها مرتبكة وما عندها موقف واضح. البارحة مثلاً كان المفروض يصير مؤتمر صحفي تنعلن به بعض المعلومات، لكن المؤتمر ما صار لأنه الموقف مربك والمعطيات غير واضحة. هسه وين رايحين؟ رايحين لمزيد من الخسارات بالنسبة لأبو هيا. ملف استهدافه كان ممكن يستثمر لصالحه عملاً بمبدأ رب ضارة نافعة، لكن اللي صار هو العكس، الاستهداف تحول إلى قميص عثمان وتصادر سياسياً، وصار نقمة على الكاظمي، وبالنتيجة الرجل نفسه تحول إلى شخصية جدلية، والشخصية الجدلية عادة يكون قليل الحظوظ في أجواء أي استقطاب سياسي حاد.
رب ضار نافعة. هاي بالبداية. أما الآن فالضارة صارت جبل مال أضرار والخاسر واضح. الله يعوضك الله.